علاج أمراض الرطوبة وتثبيت الأزهار، كيف يمكن أن نقوم بهذه العملية لمساعدة الأزهار على التثبيت؟ كل الأشجار يمكن أن نباشرها بهذه العملية لكي نقوم بتثبيت الأزهار، وكذلك نقوم بعلاج أمراض الرطوبة كالبياض الدقيقي. فالبياض الدقيقي يساهم إلى حد كبير في عدم تثبيت الزهور ويساهم في تساقط الزهور، لذلك يجب أن نعالج الرطوبة. ففي هذا الموسم، موسم البرد والرطوبة تكون شديدة جدا، مما يسمح بأمراض كثيرة مرتبطة بالرطوبة كالبياض الدقيقي. إذن لعلاج هذا المرض هناك وسائل متعددة، هناك وسائل طبيعية، وسائل صناعية كيماوية. نحن لا نلجأ إلى الوسائل الكيماوية ولا ندعو إليها أبدا، وإنما ندعو إلى استعمال الوسائل الطبيعية الكفيلة بمعالجة هذا المرض، وفي نفس الوقت بالحيلولة دون تساقط الزهور وعقد الثمار. إذن أثبتت الدراسات أن الحليب له دور كبير في تثبيت الأزهار وفي عقد الثمار، ويساهم إلى حد كبير في القضاء على البياض الدقيقي، وبهذه ذلك فهو أمر طبيعي أن نقوم به في هذا الشأن. إذن نأخذ لتر من الحليب ونصبه، لتر من الحليب في 5 أو 6 لترات من الماء. إذن الآن سنضيف الماء. هذه العملية علاج الرطوبة تكتسي صبغة هامة لمساعدة الزهور على عدم السقوط، لأن المرض الدقيقي أو البياض الدقيقي يقتات من الأزهار ومن البراعم الصغيرة جدا كما سنشاهد في أشجار الزيتون. إذن يوجد المرض بجانب الأزهار، وهذه الأزهار تتآكل بسبب هذا البياض الدقيقي، تتآكل هذه الأزهار. فإذا استعمال هذا العلاج الطبيعي يقضي على هذا المرض فتعقد الزهور. ما هو البياض الدقيقي؟ البياض الدقيقي هو مرض فطري ينتج عن فطر الذي ينتشر في الأجواء الرطبة والحرارة المعتدلة، ويصيب العديد من النباتات، وتظهر الإصابة أسفل أو أعلى سطح الورقة على شكل كتل بيضاء أشبه بالدقيق المنثور على الورق. تؤثر هذه العملية في ضعف التزهير وضعف النبات وانخفاض نسبة تعقيد الثمار. البياض الدقيقي يشكل خطورة كبيرة جدا على النبات، حيث يقوم بامتصاص الغذاء ويغطي الأوراق ويمنع عملية البناء الضوئي أو الاستمثال الخضري. لعدم الوصول جيد للأشعة يؤدي إلى اصفرار الأوراق وذبولها وموت الأنسجة، وتتحول الأوراق إلى لون بني، كذلك ذبول عناقيد الزهور وانخفاض عدد الإثمار أو الثمار. وتؤدي هذه الإصابة الفطرية إلى وقف نمو الثمار وتشققها وظهور رائحة كريهة للثمرة. وإذا اشتد المرض تتجعد الأوراق وتذبل وتتساقط ويموت النبات، لذلك من الضروري علاجه.
وينتشر هذا المرض على الزيتون وعلى القرعيات وعلى العنب ونباتات أخرى. إذن هذا العلاج سنستعمله أقل ثلاث مرات، القليل ثلاث مرات. إذن نستعمله الآن المرة الأولى، ثم بعد أسبوع نستعمله للمرة الثانية وفي الأسبوع الثالث، وهكذا حتى يختفي هذا المرض. يفضل استعمال الأدوية الطبيعية عوض المبيدات الكيماوية لما لها تأثير على النبات وعلى الإنسان وعلى صحة الإنسان. الخلطات الطبيعية كثيرة وبديلة وناجعة، وهناك طرق طبيعية يمكن اللجوء إليها، مثلا إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم على لتر من الماء ويقلب جيدا للذوبان، ثم يوضع في بخاخ ويتم رش الأوراق يوما بعد يوم حتى يزال أو تزال الإصابة. أيضا يمكن استخدام محلول الخل عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الخل على لتر مياه، ويتم رشها على الأوراق بالبقاء حتى يموت الفطر. وهناك طرق يمكن اللجوء إليها كذلك، هي طرق طبيعية كتعريض النبات إلى الهواء والشمس حتى يموت هذا الفطر، لأن هذا الفطر يتزايد بسبب الرطوبة. وتعرض النبات للرياح والهواء الطلق يعيق من انتشار البيض الدقيقي، حيث ركود الهواء والرطوبة العالية مع الحرارة المعتدلة تكون هذه بيئة خصبة لانتشار هذا المرض.